النهارده منتخب الاهلي السعودي بيتغلب من الرياض 2-1. ايوه منتخب الاهلي السعودي عنده منتخب. لما تقول لي رياض محرز وميكسمان وروبرتو فيرمينيو وكاسي، عندك مجموعه من اللاعبين لو دخلت كاس العالم هتعمل نتائج. لكن عندك مدرب طول ما هو مهتم بتسريحته اكتر من ادائه في الملعب عليه العوض ومنه العوض. اداء يعني انت محفوظ، جمل محفوظه. نفسي اشوف جمله جديده، نفسي اشوف اي حاجه جديده. لكن انت هتشوف قميص جديد لماتياس ياسيلا، تسريحه جديده، هتشوف ستايل جديد. لكن اهتمامه كمدرب، مدرب فاشل، مدرب فاشل. ده شغلي وكلامي اللي اقوله لك، ان ده مدرب لا يليق باسم نادي الاهلي السعودي. حضور جماهيري ممتاز، جمهور نادي الاهلي السعودي وراء فريقه في كل حته، وراء فريقه وبيسنده وبيعمل حاجات كتير جدا عشان الفريق يتقدم. لكن مدير فني ما يعلم بيه الا ربنا، معرفش سر التمسك بيه ايه حتى الان. واتكلمنا في الموضوع ده يعني كتير جدا. انا عشان احكم على لعيبه النادي الاهلي السعودي النهارده بالاداء ولا نتائج، لازم المدرب ده يمشي. ليه؟ لان لعيبه عندها القدره على الاستحواذ، عندها القدره على المهارات العاليه جدا، شغاله. اي مباراه هتلاقي فيها الاهلي السعودي هتعرف ان الاستحواذ بنسبه كبيره النادي الاهلي السعودي. لكن الجمله المتغيره او الجمل المتعدده مش موجوده. هو بيلعب بشكل مثلا 4 2 3 1، هو ماشي 4 2 3 1 اللي هي محفوظه، لكن متغيرات الجمله او طريقه اللعب مش موجوده. البصمه بتاعت المدير الفني مش موجوده. مدير فني داخل يدور على عروسه، داخل يشوف له اي حاجه. يعني انا ما اعرفش بتعمل ايه كمدير فني مع نادي كبير عنده امكانيات عاليه جدا ودفع وجاب لعيبه وبذل كل ده، لكن انت مدير فني ما قدمتش اي حاجه، ما قدمتش اي حاجه. الاهداف بتاعتك بتيجي بطريقه محفوظه. وممكن اقول لك ايه، تلاقي النادي الاهلي السعودي قابل الرياض النهارده، لو قابل الرياض والنهارده واتغلب، لو قابله بعد يومين ثلاثه ممكن يكسبه 6-0. ليه؟ بتقول حاله نفسيه عند اللعيبه ان هي تخترق ازاي لما اللعيبه تشتغل على المجهود بتاعها هي. لكن كمجهود مدير فني بيعمل جمل، لا. الموسم ده الاهلي خسر بتاع حوالي 20 25 نقطه ما يخسرهمش بسبب المدير الفني اللي مهتم بنفسه اكتر من مهتم نفسه بشغله، مش مهتم ان هو يأدي لك ويعمل لك فريق خالص. الاهلي السعودي يا جماعه عنده امكانيات عاليه، عنده مجموعه لعيبه سواء محليه او محترفين عاليه جدا، قيمة تسويقية عالية جدا، قيمة مهارية عالية جدا، لكن قيمة تدريبية مفيش، مش موجودة. المدير الفني قاعد مش عارف بيعمل ايه. حضوره ان هو محافظ على المرتب بتاعه، يمكن العقد بتاعه هو اللي مديله ان هو يتمادى مع النادي الاهلي كده. يعني ده يمشي من اول الدور الاولاني، من الدور الاولاني. انا بقول لك ماتيش ياسيلا ده يمشي يرحل، ما عندوش جديد. رياض محرز بيلعب بطريقة واحدة، ميكسيمان بيلعب بطريقه واحده، كاسيه بيلعب بطريقه واحده، مع ان الناس دي عندها امكانيات. روبرتو فيرمينيو بقى معدوم والناس بتنتقده ويمشي من امتى؟ لكن انت لما تجيب له مدير فني يحط لك جمله، يحط لك جمله كده تلعب عليها وتشوف النادي الاهلي، تحكم بقى على اللعيبه، تحكم على لان اللعيبه كمهاريا هي نسبه الاستحواذ اعلى. يعني النهارده حوالي 67 ولا 70% استحواذ النادي الاهلي السعودي، والرياض النسبه اقل. نقاط غريبة جدا يعني بيخسرها النادي الاهلي بشكل غريب. وفي مثلا ايه، تقول لي في مرة جملة محفوظة، يعني رياض محرز بيديها لروبرتو فيرمينيو، بيديها لكاسيه ازاي، بيديها لكذا. التغيير في الجملة وتنفيذها، الخطورة ان انت تعملها، ان انت الفريق اللي قدامك ما توقعكش. لكن انت لو جبت اي فريق اتفرج على ماتشين ثلاثة، الاهلي السعودي عرف الاهلي السعودي بيلعب بأي شكل، عارف الاهلي رايح فين وجاي منين، رياض محرز هيعمل ايه وكاسيه هيعمل ايه وميكسمان هيعمل ايه والمكحت هيعمل ايه. كل ده تحركات بقت مفهومه لمدرب يعني ما عندوش جديد، ما عندوش تطور. يعني ماتيس ياسيلا مش متطور خالص غير في الستايل بتاعه، حتى الستايل ما عادش متطور فيه. هو عاجب نفسه بالشكل ده كله، وهو بيسبسب الشعريتين بنفس السبسبه اللي بيعملها كده، حتى نفس القميص ونفس البنطلون. يا عم طب غير، اعمل اي حاجه، اعمل اي شكل جديد. جمهور الاهلي منتظر كتير. انت السنه الجايه هتلعب في اسيا،
وبالشكل اللي انت ده ممكن ما تطولش اسيا، بالشكل اللي انت ماشي بيه ده ممكن ما تطولش اسيا. ليه؟ ما عندكش جديد. ويعني الف مبروك في النهايه للنادي الرياضي، فريق اجتهد، وهارد لك الجمهور الاهلي السعودي اللي عندهم فريق حلو وفريق ممكن يعمل حاجات كتيره جدا، لكن عندهم مدير فني يمشي من اول امبارح. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وهارد لك لجمهور نادي الاهلي الكبير.